السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي من جديد. إذا أخواتي مجددا، فيديو اليوم إن شاء الله هو خصيصا لكل واحدة تعاني من مشكلة النحافة حتى ولو كانت حادة، بالإضافة إلى مشكلة الاكتساب الصعب للوزن، فهذا الفيديو لكم تحديدا. أشارك معكم وصفة هي من أسرع وأقوى الوصفات المجربة والفعالة جدا في التسمين وزيادة الوزن، بالإضافة إلى أنها تشد المناطق البارزة في الجسم. هي وصفة بمكونات طبيعية 100% وآمنة الاستعمال، مفعولها سريع جدا من أول أسبوع، صالحة للكبار والصغار. فعلى بركة الله أخواتي، كالعادة قبل أن نتعرف على الوصفة أتمنى منكم دعمي بلايك والاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. إذن أخواتي، كأول مكون في هذه الوصفة سنحتاج هنا إلى الشوفان أو ما يعرف كذلك بالخرطال. هذا الشوفان لا يختلف اثنان على أنه من أفضل العناصر الغذائية التي تعمل على زيادة الوزن. الجميل في الشوفان أنه لا يزيد الوزن بمجرد كتلة دهون، إنما يشكل لنا كتلة عضلية، بمعنى أنه يستهدف العضلة مباشرة، وهذا مما يسمح للجسم بعدم الترهل في حال فقدان الوزن، أي يعطي الجسم قوام مشدود وثابت. إذن بالنسبة إلى الشوفان، هذا هو شكله. نأخذ كمية حسب حاجتكم إلى الوصفة ما يعادل 3 ملاعق كبيرة من الشوفان. أما بالنسبة إلى ثاني مكون، كما تشاهدون في الصورة سنحتاج هنا إلى السمسم. أكيد أن السمسم هو مسمن طبيعي وأكثره شهرة من ناحية التسمين، كونه يحتوي على نسبة مهمة جدا من الدهون التي أكيد تزيد في الوزن. إذن مبدئيا سنأخذ أي وسيلة، مقلاة أو أي كان، ونأخذ كمية الشوفان تعادلها نفس الكمية من السمسم، ونقوم بتحميص هذين المكونين على نار هادئة جدا مع التقليب المتواصل إلى أن تكتسب لون، يعني يكون أصفر حسب الذوق. واضح؟ إلى هنا نقوم بطحن هذين المكونين مع بعضهما البعض حتى تصبح لدينا بودرة ناعمة. كثالث مكون في الوصفة، هذا الذي تشاهدونه في الصورة يسمى بحب العزيز، ولديه تسميات مختلفة تختلف من دولة إلى أخرى. يسمى كذلك بحب الزلم أو لوز الأرض، متوفر في كافة الدول العربية عند العطارين. بالنسبة إلى هذا المكون مهم جدا في هذه الوصفة، سنستفيد من عنصر آخر غني جدا بالدهون الصحية، بالإضافة إلى مذاقه الرائع جدا، فيه مذاق حلو سيعطي مذاق رائع لهذه الخلطة. إذن نفس الشيء بدون تحميص، نقوم بطحن كمية من هذا حب العزيز ما يعادل 3 ملاعق كبيرة، ونضيفها إلى مسحوق الخليط السابق. إلى هنا سننتقل لإضافة آخر مكون. نحتاج كذلك إلى الحليب المجفف، ولكن أخواتي بشرط أن يكون كامل الدسم. واضح؟ نقوم نفس الشيء بإضافة كمية من الحليب. بالنسبة إلى كمية الحليب دائما ما يعادل 3 ملاعق كبيرة نفس الشيء. وأخيرا سنخلط كل شيء مع بعض. إذن بالنسبة إلى طريقة استعمال هذه الخلطة، سنحتاج إما إلى الحليب السائل العادي، أو يفضل أن نستعمل أي نوعية ياغورت محلى، سواء بنكهة الشوكولا أو الكراميل أو الحليب حسب الذوق. واضح؟ فنأخذ كمية من هذا الياغورت ونضع فيه ملعقة كبيرة تكون مملوءة جيدا من هذا الخليط من السمسم وحب العزيز الشوفان والحليب المجفف، نخلطها مع الياغورت الطبيعي جيدا، وتؤخذ هذه الكمية مرتين في اليوم. ولكن أخواتي هناك نقطة مهمة جدا، هي أهم من الوصفة في حد ذاتها. إذا لم تؤخذ بعين الاعتبار فصدقوني هذه الوصفة ستعطي مفعول عكسي، خاصة هذا الأمر يتعلق بالشوفان، وهي أن هذه الخلطة يجب أن تؤخذ بعد الوجبات، بعد وجبة الغداء وبعد وجبة العشاء. ضروري جدا، حذاري أن تؤخذ قبل
الوجبات لأنها ستعطي مفعول عكسي أعي ما أقول. فهذه الوصفة أخواتي بإمكانكم إضافة وجبة أخرى، يعني 3 مرات في اليوم عادي جدا، لا تضر، صالحة للكبار وحتى بالنسبة إلى الصغار. أخواتي أؤكد لكم على قوة وسرعة هذه الوصفة في إعطاء وزن زائد، فقط جربوا دوموا واحكموا بأنفسكم. إلى هنا أخواتي أقول لكم موعدنا في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.